أهلا بكم من جديد. أعلنت بورصة البحرين عن اعتماد شركة بي دي أو للاستشارات كشركة استشارية متخصصة لتقديم خدمة الاستشارة للمستثمرين والشركات الراغبة في الإدراج في سوق البحرين الاستثماري، وهي سوق مبتكرة للأسهم مصممة خصيصا لتوفير حلول بديلة وفعالة للشركات الواعدة لتنمية رأس المال. وقد وقع على الاتفاقية كل من الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة رئيس التنفيذي لبورصة البحرين والسيد جواد حبيب رئيس مجلس إدارة شركة بي دي أو للاستشارات، وبذلك تكون الاتفاقية قد أضافت شريكا رئيسيا آخر يعزز الدعم الذي يقدمه سوق البحرين الاستثماري للشركات والمستثمرين المؤسسين الذين يتطلعون إلى تأسيس وتنمية وجودهم في المنطقة من خلال حصولهم على رأس المال. كما وستستفيد الشركات المدرجة من تطبيق المعايير العالمية لبيانات التدقيق المالي وتقارير البيانات المالية بما يتوافق مع متطلبات سوق البحرين الاستثماري. زيادة عدد الشركات المتخصصة المعتمدة من قبل البورصة في سوق البحرين الاستثماري سيساهم بشكل مباشر في استقطاب عدد أكثر من الشركات الواعدة، وراح يساهم بشكل فعال في نجاح سوق البحرين الاستثماري. وجود شركات مثل الشركات الحالية اللي هي كي بوينت وبي دي او اند كي بي ام جي من الشركات العريقة كشركات استشارية في سوق البحرين الاستثماري هي إضافة فاعلة بحكم خبرة هذه الشركات في هذا المجال يعني من سنين عديدة. وهذا البرنامج يعني المرجو منه هو تشجيع نمو هاي الشركات الصغيرة والواعدة وما يسمى بالاسم ايز لتتبوأ مكانها في اقتصاد البحرين، وهذه خدمة لتنويع الاقتصاد وتوسيع رقعة الاقتصاد. أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين متانة وتنافسية قطاع الاتصالات في مملكة البحرين، مؤكدين أن هذا القطاع يقود المنطقة. وأشاد المستثمرون في تصريحات خاصة بالنشرة الاقتصادية بالتسهيلات الحكومية المقدمة في البحرين للمستثمرين ككل، وخاصة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في كافة القطاعات بما فيها سوق الاتصالات في البحرين، مؤكدين أنه من أقوى الأسواق في منطقة الخليج العربي. حكومة البحرين مشكورة، قدمت الكثير للمستثمرين بشكل عام. البحرين تبوأت موقع متقدم جدا من ناحية جذب الاستثمار على مستوى العالم. سوق الاتصالات في البحرين يعتبر من أفضل الأسواق في المنطقة، سواء من ناحية التنافسية، سواء من ناحية تقديم الخدمات وتقديم تكنولوجيا متقدمة جدا. احنا لما نقارن البحرين مع الدول العربية تجد البحرين في المقدمة السنة هذه والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. الشيء الجميل في الموضوع انه كل ما وصلنا له الى اليوم نتيجة لتخطيط مسبق من قبل القيادة في البحرين، وتم العمل عليه من قبل جهات كثيرة سواء كانت في الوزارة او في الهيئة او في الشركات. الاستراتيجية واضحة للجميع والخطط واضحة للجميع، والاستثمارات كذلك مستمرة من قبل الجميع. وأعتقد أنه البحرين أثبتت سنة بعد سنة أنه قطاع الاتصالات قطاع يقود المنطقة بشكل عام، منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. طبعا أنت تعرف يعني دول الخليج هي أنا أعتبرها دولة واحدة، وجزا الله خير حكامنا يسعون انه كيف انه التعايش والديمومه بالدول هذه. طبعا هذه المراكز تشجع سواء انت بالسعوديه او بالبحرين، وتعرف انت نظام مجلس التعاون يسمح للبحرين انه يستثمر بالسعوديه والعكس صحيح. فهذه اذا جت من فوق من الاخوان يعني المسؤولين من الاعلى، اتوقع انها حتحل مشاكل كبيره وحتصير في شركات كبيره. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.